حضرتك وهاخد لسيادة اللواء ده كمان بينقلنا ان حتى في بعض القرارات المصيرية لمجالس إدارة النادي الأهلي دايما بيحط نمرة واحد مصلحة الوطن. مصلحة وطنية بالظبط كده. لأن في بعض القرارات أو بعض التحديات ممكن مجالس إدارة أخرى تاخدها بمصلحة شخصية بعيدة عن مصلحة الوطن، لكن دايما قرارات مجالس النادي الأهلي على مر العصور يا سيادة اللواء إن دايما النظرة الأولى هي مصلحة الوطن فين، وبعدين يجي بعد كده مصلحة النادي الأهلي، وبالتالي مصلحة الوطن والنادي الأهلي هي مصلحة واحدة. بعدين ده موروث يا هاني، موروث من جيل لجيل لجيل، خلاص. وبنقول إيه ده اللي بيخرج عن الموروث ده بيبقى هو مش طبيعي، مش طبيعي. سيادة اللواء مجدي، في دفتر التضحيات الخاص بحضرتك في مواقف كتيرة جدا، أهم حاجة أكتر حاجة بتتذكرها لما بتعدي الذكرى أو اليوم ده على حضرتك بتفتكر إيه؟ 6 أكتوبر؟ لا، ذكريات كتيرة في 6 أكتوبر الحمد لله. إحنا لغاية 6 أكتوبر عارفين إن في عمليات. إحنا كنا لنا موقف خاص إحنا كصاعقة، ونازلين فيه اتجاه مجهود مش الرئيسي اللي هو القناة السويس، لا، إحنا كنا نازلين في جنوب سيناء، كان لنا شغل خاص يعني. فإحنا عندنا فكرة أو عارفين إحنا في حاجة جاية وفي حرب، لكن إمتى بالظبط والتوقيت بالظبط ما كان مش عارفينه. في هذا اليوم كان كلنا نتمنى إن يتم فعلا تنفيذ، أو لان احنا عرفنا بقى في هذا اليوم اللي فيه عمليات ان يتم هذه التنفيذ هذه العمليات، لان قبل كده كان حصل ان احنا هنقوم بعمليات وكانت في اخر لحظه بيتم الغائها وعدم تنفيذها. فكنا كلنا متمنيين ان شاء الله يتم التنفيذ، رغم كانت صعوبه المهمه اللي احنا عارفين انها مهمه، يعني ذهاب بلا عوده، لكن ذهاب بلا عوده. كان يعني كانت كده يعني، ولكن ما كناش بنفكر حتى في دي، لكن بفكر ايه اللي هنعمله ان شاء الله في خلال تنفيذ العمليات والمهام اللي احنا كنا مكلفين فيها في هذا التوقيت. كان يوم سعيد وعظيم على الجيش المصري والامه المصريه، الشعب المصري بالكامل، يعني الشعب المصري كله كان في حاله من النشوه والانبهار بالقرار بتاع الامه. اكيد